طيب على ذكر بقى زي النهارده عيد ميلاد الحاوي وليد سليمان، كل سنه وانت طيب يا حاوي، وكل سنه وانت دايما وابدا قادر على الهاتريك، قادر على ان انت تقدم احسن حاجه عندك، وكل سنه وانت نموذج للولاء والانتماء والاخلاص والعطاء والاحترام طبعا. اللعيب اللي شوف اللعيب النجم قوي صاحب الامكانيات الخاصه اللي ما سمعلوش صوت وملوش مشكله، حتى لو له طلبات بيعرف ازاي يطلبها بادب صحيح وباحترام وبحب، مفيش انه لا يشكل ضغط على النادي الاهلي. فاعتقد ان النادي دي بتخش في القلب الحقيقه. كل سنه وانت طيب يا وليد، ولو كنت شفتك من زمان يا ريتني عرفتك من زمان لان لا انا شفته وعرفته، بس لو كنا لحقته كتير، لو كان مسيرته بقى وليد ده جه شويه بدري، ابتدى الثلاث سنين بدري ولا حاجه، كنت شفت كمان ارقام وشفت انجازات صحيح. الحاوي مواليد الاول من ديسمبر 94 84 في المنيا، لعب للجونه وبتروجيت واهلي جده وانبي ثم الاهلي. عنده مع الاهلي دوري ابطال افريقيا 2012 و2013، عنده السوبر الافريقي 2013 و2014، ساهم مع الاهلي في الفوز بالكونفدراليه 2014، فاز مع الاهلي بخمسه دوري وبطوله واحده لكاس مصر وخمس بطولات للسوبر المحلي. ما شاء الله مسيره كبيره جدا رغم ان هو جه متاخر. وتخللهم فتره توقف في الدوري وظروف غير تقليديه، لا انجاز يعني لو حطيته في ظروفه انجاز مبهر وقياسي. انجاز مبهر وانجاز قياسي للاعب نموذج في الولاء والانتماء والعطاء. كل سنه وانت طيب يا حاوي.
أنا يعني الحقيقة أول مرة أشوف واحد يجيب هدية لنفسه في عيد ميلاده. آه. وكأن الكابتن وليد مش جاب لنفسه بقى، ده جاب للنادي الأهلي وجماهيره هدية في عيد ميلاده. آه. التلات أهداف اللي جابهم هاتريك عيد الميلاد. هاتريك عيد الميلاد. ده آخر أداء للكابتن وليد سليمان. ودايما يا رب. آه فلازم يذكر، لأنه هو ده يعني الحقيقة وليد سليمان حاجة من الحاجات اللي ما تعديش كتير على الكرة المصرية، وما تعديش على النادي الأهلي، بتعدي في الإخلاص وفي بتاع، إنما ما كل الصفات دي تبقى في النجم مع الإخلاص الشديد، مع إنه ما ينزل تحس إنه ابن العشرين يضغط ويتزحلق ويفرمل ويدافع وده لك كل فنون الكرة، من مراوغات، من تسديدات، من مهارات. يعني ما تيجي تختار لكابتن وليد سليمان احسن جون تتعب. اجوانه بتنافس بعضها الحقيقه. صحيح. وان كنت انا اخترت له جون يعني اللي في الترجي هناك. اللي في الترجي. ده عشان الترجي كمان.